الشيخ الكديس ليك موالي عليك حي يسلم. أبوي من عملتك زعلان وجد متألم، في شان المنارة الدرت ليها تهدم، ما عشان ولد زعلان يا بليدنا خبيسنا، فاكرين تنفسك جد ملكنا رئيسنا، ماظن بعده تاني نقول عليك درويشنا، إيت أصبحت ماضي وخير عليك كديسنا، وتقول ما كديس بنقول خلاص كون هر، ما سموك دراويشك كديس يا طرة، فاكرنا بنكضف فيك نجيب من برا يا الخارب عقائد المسلمين بالمرة. وصل القصة، أصل القصة جات حوارة تشكي الفار، قال ليها الكديس ربوه جوا الدار، ما طلعت حمارة بقت من الشطار، قالت له إنت كديسي يا شيخ، جات دماه هزار، والشيخ الكديس مبسوط ويضحك يقرقر، وفعلا جت كديس إن كنت صاح بتفكر، البارا ورخيص فوق الجهل متحكر أهدي المسلمين، يا رب سهل ويسر، والشيخ الكديس زعلان وضاق بمحل، زعلان من أبوي وده كله ما حيحله، لو فاكر أبوي بكلمتك بتذل درويش انت فعلا والمباريك كله، لو فاكر أبوي بكلمتك بتذل درويش انت فعلا والمباريك كله. وقال السيء الغامر الجهال في خداعه بيزم في أبوي وغاشي كل أتباعه، فاكر ولد وقال باكر بيسوي نفاعه عشان يعادي فينا البين نسوى ضياعه، عفيت منك أبوي والله في التطنيشة، يوم طنشت داك خليته أهبل كيشة، يركض ماش وراك مسخد عليه العيشة، ما عارف صبح ما بساوي عندك ريشة، وأبوي ما ربى أولاده بقروش البخرة، وما بساويه فيكم أعتى شيخ على فكرة، أبوي راجل كريم وبسيطة فيه الشكرة، ما كان شيخ حريم سمح الخصال والذكرى، أبوي راجل كريم وبسيطة فيه الشكرة، ما كان شيخ حريم سمح الخصال والذكرى، وإنتوا أكيد عزاز ما بتغلطوا وتنكسروا مدام غشيتوا ناس ما كان تجوا تعتذروا، كان تجوا من بدار ما قالوا ما بتنقدروا، طيب ليه بعد ما بيتوا ليه بتهدروا، وبقول لك يا كديس إنه النفاع من الله والحق مقياس، لا في كتر لا في القلة، الله ينفع أولادك ويمسكوا فيها الله ويفارقوا التصوف أو تلازموا الزلة، الله ينفع أولادك ويمسكوا فيها الله ويفارقوا التصوف أو تفارقوا الحلة. قدمت لكم هذه المادة من جروب الجيل العاقل بالتنسيق مع قناة ود الناير السلفي.